أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الصف السادس في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني، فأهلا وسهلا بكم. قبل أن أبدأ، دعوني أذكر بأبرز المفاهيم المتعلقة بهذه الوحدة. كنا قد ذكرنا سابقا أن المفهوم الرئيسي الخاص بهذه الوحدة هو الثقافة. سنتعلم مفردات مختلفة، سنتعلم من خلالها كيف نعبر عن أنفسنا وعن احتياجاتنا من خلال هذه المفردات، خاصة أننا نعيش في بيئة مختلفة الثقافات. أما عبارة البحث والاستقصاء فهي تتضمن اللغات أشكالاً وأعراقاً منوعة للتعبير عن الثقافات والحضارات في كل زمان ومكان، وهذا ما ذكرته قبل قليل. أخذنا في هذه الوحدة مجموعة من الدروس، منها برامج التلفاز، فعبرنا عما نحبه وعما تعرضه برامج التلفاز بقنواتها المختلفة، فمنها ما تعرض عادات وتقاليد بلدان مختلفة موجودة في إيطاليا، موجودة في الأردن، موجودة في بلدان عربية أو أجنبية. والآن نحن نتناول درس آخر بعنوان نزهة لن ننساها، سنتعلم من خلالها مفردات تستطيع أن تعبر عن ثقافتك من خلال الرحلات التي قمت بالذهاب إليها في البلد الذي تحبه أو البلد الذي خرجت إليه في رحلة. كما ترى عزيزي الطالب، فإن درس القراءة هو الدرس الثالث عشر، والأسئلة أو الموضوعات التي سنتناولها متصلة به. هو الدرس الثالث عشر بعنوان نزهة لن ننساها. قمنا بقراءة الدرس والتعرف إلى أبرز المفردات الموجودة فيه، ثم سننتقل إلى أبرز القضايا التي تناولتها هذه الدروس. من القضايا المتعلقة بهذه الوحدة فعل الأمر، وهو النوع الثالث للأفعال، حيث قمنا بشرح الفرق بين أقسام الكلام اسم وفعل وحرف. تناولنا الفعل، تحديداً الفعل الماضي والمضارع، وهذا النوع الثالث من الأفعال وهو بعنوان فعل الأمر. سنتعرف ما المقصود بفعل الأمر، ما الزمان، ستستخرج على ذلك أمثلة ونصوص، وستقوم بكتابة أمثلة عليه أيضاً في دفترك، ثم سيكون هناك إملاء خاص بأفعال متنوعة نستخدم فيها أفعال أمر مختلفة يومية، كأن نقول اشرب، ادرس، كل، افهم، انتبه. هذه أفعال يهمنا معرفة معناها ويهمنا ممارستها أيضاً خلال يومنا. الموضوع الثاني الذي سنتناوله هو حرف العطف أو حروف العطف المختلفة مثل الواو وأو وثم، ثم أبرز استخداماتها. فالواو مثلا تفيد الجمع والمشاركة، عندما أقول فلان وفلان أضع الواو بينهما، اشتركوا في شيء معين. عندما أقول أو أريد أن أرتب الأحداث فأقول ذهبت إلى المدرسة ثم إلى البيت، أنا هنا أود الترتيب لذلك أستخدم ثم. إذا أردت الاختيار فإنني أستخدم أو، فمثلا أقول لصديقي تشرب عصيرا أو حليبا، وهو سيعطيني خيار من ذلك أو من تلك الخيارين. كما سيكون موضوعنا الآخر هو الوصف. الوصف من خلال أنك ستكتب وصفا لرحلة قمت بالذهاب إليها إلى أحد البلدان، وباستخدام المفردات الجديدة التي تعلمناها في هذا الدرس، وهو درس نزهة لن ننساها. كتابة الوقت موجودة في كتيب المهارات اللغوية صفحة 10. أذكر بوجود حصة المكتبة التي نقوم بقراءتها بتقييم أنفسنا وفهمنا للحروف المتشابهة، حيث نرسل مهمة بواسطة منصة أقرأ بالعربية لقراءة قصة في حصص المكتبة، كما يرسل واجبات أسبوعية كل يوم خميس، لذلك أرجو متابعة القراءة على المنصة باستمرار. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال هذا الأسبوع.
أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. طاب نهاركم بكل أمل وخير.